هسه اكو ناس ما تعرف بالقانون، هاي منتهين منها. نعم. واكو ناس مدفوعه عبر اجندات، هاي هم نعرفها. اكو قانونيين مختصين جاي يطلعون بشاشات التلفزيون وبثوث مباشره ومنصات التواصل ويثيرون الراي السلبي ضد التعديل، ليش من وجهه نظرك؟ والله هذا احنا شهدناه من 2004 منذ اول قرار للتعديل اللي قدمه السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله بالقرار 137، ووقتها كان وافقوا عليه مجلس الحكم، ولكن برايمر استخدم الفيتو واسقط هذا القرار بتاثير منظمات مدنيه تدعي انه هذا اي تعديل للقانون هو ضد حقوق المراه. يعني ما اعرف انه يعني ليش هالنظره. زين. نعم. ما جاوبتيني على سؤالي، الزواج خارج المحاكم راح يزيد حالات الطلاق لو راح يقلل منها؟ لان مو كل النساء تقبل انه زوجها يتزوج عليها تحت القانون، هسه بالسر ممكن ما تدري، لكن تحت الغطاء القانوني هذا راح يولد عندنا حالات طلاق لو لا؟ مو هسه من حق الزوج ان يتزوج على زوجته بموافقه القاضي اذا اكو مصلحه، اذا وافق القاضي يقدر يزوج. هذه حالات حتى قليلة. بدون لا مو حالات قليله. مو حالات قليلة، يعني احنا لو نجي بس هي شنو الامكانات اللي نرجع لنقطة معينة، انه هسه لما يحجون يقولون الشريعة تزوج القاصر موجودة الان زواج القاصرات، يقول يخلي الرجل يتزوج على زوجته بدون عقوبة، ما هو هسه حتى القانون الحالي يبيح للرجل ان يتزوج على زوجته حتى 4 زوجات اذا كانت هناك مصلحة واذا وافق القاضي حتى بدون موافقته. اذا ليش يعني لما ينطي هذا الصيغه لمجرد انه يعطيها الصيغه الشرعيه يبيح الخيانه؟ شنو معناته يبيح الخيانه؟ هاي اي خيانه؟ شنو الخيانه اللي يبيحها؟ ما دام هو عقد شرعي وقانوني شنو الخيانه؟ شنو وهو اصلا بالشرع يبيح للرجل ان يتزوج اكثر من زوجه، وين الخيانه بالموضوع؟